جوائز مالية بقيمة 3000 دولار، عبارة عن 3 جوائز مالية قيمة كل جائزة 1000 دولار مقدمة من شركة فقراء المال، وبالإضافة إلى 5 جوائز عبارة عن تدريب إلكتروني مجاني من شركة فقراء المال. تفضل الآن أستاذ محمد الفاضل والأسماء. سيتم السحب عن جائزة بقيمة 1000 دولار. والله الأخوة اللي قاعدين ورا، الأخوة اللي قاعدين واقفين بالخلف إذا سمحتوا تفضلوا على الكراسي، ممكن؟ السيد صالح سليمان ياسين. السيد صالح سليمان ياسين. تفضلي.
الآن استرسلينا ناجي توفيق عبد العزيز. تبقي انت وياها صحيح وين؟ اتصور انا وياها. طبعا احنا نتمنى من الجميع التواجد في هذه القاعه، في بعد عندنا محاضرتين وفي بعد جائزه مقدمه من شركه موسيقى او مجموعه جوائز. طبعا الان في خمس مقاعد ايضا للاكاديميه الالكترونيه سيتم السحب عليها. زيد غالب بركات. خلاص ها ما قالوا بس الموجود بالقاعه. هبه معن صلاح ساري. وين كنت؟ هبه معن صلاح ساري. الدكتور سميح محمد ابو بكر. الدكتور سميح محمد أبو بكر. جريس عبد الله. جريس مطاس. Yeah.
المسلمين وتوعية، وهي أكبر جائزة بالإضافة إلى الجوائز المالية. ثم سنواصل، ولكن هذه المرة في شكل جديد. لن يكون هنالك محاضرة، ولكن سيكون هنالك نقاش كامل، نقاش يهمنا جميعا. سنحاول أن نتعرف إلى أي مدى يمكن أن تكون أموالنا آمنة عندما نقوم باستثمارها مع أحد الشركات. سينضم إلينا قريبا أربعة من الشركات موزعة حول العالم لنتعرف بشكل أكبر على التراخيص والرقابة عالميا، بالإضافة إلى شفافية هذه الشركات وشفافية هذه التراخيص، وإلى أي مدى الرقابة عالميا تقدم لنا فعليا حماية لأموالنا. الآن خمس دقائق ونكون معكم بإذن الله. في بداية المحاضرة بالطبع سيكون معنا ثلاثة محاضرين من العرب ومحاضر سيتحدث باللغة الإنجليزية، فأي شخص يرغب أو لا يعرف اللغة الإنجليزية ويرغب بالحصول على الترجمة، يوجد في الخلف هناك سماعات خاصة للترجمة يمكنكم الحصول عليها الآن عند حديث الأستاذ سليم. بإمكانكم الاستماع إلى الترجمة الفورية لحديثه باللغة العربية وترجمة باللغة الإنجليزية. في ظل ما تمر به العالم حقيقة من أزمة مالية عصفت بدول وتعصف أيضا شركات مالية ضخمة، هنالك العديد من الكيانات المالية التي سقطت خلال الفترة الماضية، كانت بدايتها وأكثرها شهرة كان سقوط بنك ليمان براذرز، بالإضافة إلى سقوط العديد من الشركات المالية الأخرى التي تقدم خدمات مالية. هذا الأمر فتح سؤالا مهما لدى الجميع، إلى أي مدى يمكن أن تكون أموالي بأمان عند إيداعها لدى أي من الشركات المالية؟ هل يمكن أن أتعرض مرة من جديد لأكون أحد عملاء ليمان براذرز أو عملاء أم أف لوبر أو عملاء إلى آخره من الشركات التي سقطت؟ ليس هذا فقط، بل أن الوطن العربي بالذات تعرض بشكل كبير لموجة شديدة من عمليات النصب التي قامت نتيجة وجود شركات وهمية لم تحصل على أي تراخيص ودخلت الوطن العربي من خلال إعلانات عبر الإنترنت وإعلانات بإيهام المستثمرين بوجود أرباح خيالية ليجد أنفسهم في النهاية، ليجد المستثمر نفسه في النهاية غير قادر على استرداد أمواله وغير قادر على الحصول لا على رأس ماله الحقيقي ولا على أرباحه التي يكون قد حققها مع هذه الشركة، واختفت الشركة دون أن يعرف أحد أين هي ولا أين مقرها ولا من يستطيع أن يشتكي إليه. لننظر إلى الأردن، هنالك العديد من الحالات التي حدثت في الأردن وجميعنا يذكرها ونتج عنها مشاكل ضخمة في الأردن خلال الأعوام، كانت أشدها في عام 2008. الآن هل هذا الشيء سيستمر؟ وما هي المعايير التي يجب أن نتبعها قبل أن نودع أموالنا في أي من الشركات المالية؟ طبعاً بسعدنا أنه يكون معنا في هذا النقاش يوم أربعة من المختصين والخبراء من عدة شركات حول العالم. بداية مستر مينغ شان شو، رئيس قسم إدارة المنتجات في بورصة دبي للذهب والسلع، والذي يمتلك خبرة أكثر من 20 عاماً في مجال الاقتصاد ومشتقات السلع، كذلك عمل في عدة بورصات عالمية، كما وساهم السيد مينغ في إطلاق معظم المنتجات الموجودة حالياً في بورصة دبي للذهب والسلع. كذلك لدينا السيد رائف حواس، وهو مدير قسم المبيعات في LS Securities
التي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك. وجدير الذكر أن السيد رائف يحمل شهادة الـ MBA من كاس بزنس سكول، وتمتد خبرته في هذا المجال لنحو 6 سنوات. كذلك يسعدنا أن نرحب بالسيد جورج باتروني، مدير الشرق الأوسط في شركة آكتيف تريدز، الشركة التي تعمل بترخيص ورقابة هيئة الخدمات المالية في بريطانيا وتحت الترخيص الـ FSA. كذلك يسعدنا أن نرحب أيضا بالأستاذ أمجد عطية، مدير شؤون الشرق الأوسط في شركة FXDD التي تعمل بترخيص هيئة الرقابة المالية في أمريكا الـ NFA. نبدأ مع السيد أمجد عطية، حيث أن السيد أمجد من الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت الانهيارات الضخمة، وشهدنا معها العديد من التوجهات والتغيرات في الرقابة الأمريكية على الخدمات المالية. سيد أمجد، برأيك كيف يجب أن يكون اختيار المتداول لشركة التداول، خاصة أننا نتحدث هنا عن أموال ومخاطر عالية جدا، كيف يمكن أن نضع معايير معينة؟ هل يمكن أن نضع معايير معينة لاختيار الشركة؟ ومن هي الهيئات الرقابية التي يمكن بالفعل الاعتماد عليها عند اختيار الشركة التي نرغب بالتعاون؟ شكرا لك أخ حسن على المقدمة الجميلة لي، وشكرا لمجموعة أفاق جروب على رعايتها للمعرض. يسعدنا ويسعدني شخصيا التواجد هنا للعام الخامس على التوالي في معرض أفاق الأردن، التواصل مع عملاء من الأردن الشقيق ومن كل الدول العربية، ودائما بيكون محاضرات قيمة وهامة للناس، ونتمنى إن النهاردة تكون عرضت أيضا محاضرة هامة. يمكن حضرتك ذكرت غير مركزية، معنى أن أنت تتعامل مع سوق غير مركزي، أنك تتعامل مع الشركة هي الحكم والوسيط والمنفذ في نفس الوقت. هذا الأمر يضع أهمية كبرى على الجهة الرقابية التي تعمل من ضمنها هذه الشركة لحماية أموالك، لحماية تنفيذ عقودك، لوقف أي تلاعب أو منع أي تلاعب. يمكن أنت أشرت أن الأزمة الاقتصادية بدأت في الولايات المتحدة ثم انتشرت في بقية دول العالم، وهذا صحيح. 2008 شهد انهيار بعض البنوك الكبيرة التي كانت تعمل في مجال يعني المضاربات، تعمل في مجال القروض الائتمانية المنزلية، لكن تقدر الإشارة أيضا أنه العملاء الأفراد لم يفقدوا أي أموال في هذا الأمر. في عام 2008 عندما انهار ليمان براذرز لم يفقد أي أحد من الأموال يعني من المستثمرين أموالهم. أي نعم كان هناك انهيار لأسعار الأسهم، لكن إيداعات بنكية إيداعات في البنك لم تتأثر بهذا الأمر. ما تأثر هو أسواق العملات، مش عملات لكن أسواق يمكن الأسهم كانت تأثر بصورة كبيرة. زي ما قلنا إنه أنت تتعامل في الفوركس، تتعامل مع الشركة مباشرة. طبعا الأردن الشقيق كما ذكرت، ويمكن الآن بقية الدول ودول الخليج بصورة خاصة ومصر مستهدفين من قبل شركات غير مسجلة. الفوركس بما إنه سوق غير مركزي، فالشركة التي تعمل معها قد يعني إن لم تعمل بصورة قانونية أو تعمل تحت رقابة قانونية، يعني قد يكون لديها وازع لمحاولة التلاعب مع العميل والحصول على أكثر أرباح ممكنة من حسابه. تماماً عندما تكون تقود سيارة في مكان لا يوجد فيه أي مرور، أنت من الطبيعة البشرية أنك قد تزيد عن السرعة المسموح بها، قد ترتكب مخالفة، لأنه لا يوجد يعني وازع قانوني يمنعك من هذا الأمر. لكن عندما تكون تقود سيارة على سبيل المثال في لندن أو نيويورك، أنت تعلم أن هناك ضابط مرور، أن هناك كاميرات يعني تراقبك 24 ساعة في اليوم،
فأنت لن يعني تمر على كسر قواعد المرور، وإن كنت بكسرها فأنت ستتعرض للعقاب. يعني ده مثل بسيط عن ما يحدث في أسواق الفورس. عندما تتعامل مع شركة غير مسجلة في مكان معروف ليست ذات سمعة طيبة، فأنت تعرض نفسك للمتاعب من البداية، لأن هذه الشركة ليس لديها يعني أي مانع أو أي وازع أنها تحمي أموالك أو تمنع التلاعب معك. هذا الموضوع فكرة كلمة مكان معروف، يعني إحنا معتقد بنفوت مثلا ويب سايت لشركة أوكي، بتلاقي إنه في شركات بتقول لك أنا مرخصة تمام، بحط لك رقم ترخيص وكل شيء، ولكن كيف انا بدي اعرف هذا الترخيص مين هو؟ يعني انا بعض الاحيان مش بدي اعرف مين الشركه، بدي اعرف مين الترخيص، يعني بشوف مثلا ترخيص مثلا في سيشل، ترخيص في موريشيوس، ترخيص في ماليزيا، ترخيص في استراليا، ترخيص في بريطانيا، ترخيص في امريكا، مين من هذول فعليا اوكي هو ترخيص رسمي وحقيقي؟ بنعرف احنا مثلا انه في فتره من الفترات كانت في قبرص بامكانك انك ترخص شركه اوف شور اوكي، وتعمل ان انت موجود ترخيصك في قبرص، ولكن هل عمليا هذا الترخيص كان يحمي ولا ما كان يحمي؟ وشو التغيرات اللي صارت بشكل خاص في انا فريقته تحت منها، وكمان شو التغيرات اللي صارت في الار اس اي؟ وسؤالنا بعد هيك راح يكون الاجابه عند جورج في هذا الموضوع بالنسبه للار اس اي. بس خلينا يعني سؤال هام جدا، هل تتساوى سياره مرسيدس مع سياره مصنوعه في الصين؟ هل نقول ان دي سياره يعني هل تتساوى الجوده؟ لا، هناك جهات رقابيه مختلفه وهناك رقابه مختلفه تختلف من دوله الى دوله ومن جهه رقابيه الى جهه رقابيه. يمكن اقوى الجهات الرقابيه واكثرها شهرا في العالم هي الجهات الرقابيه الامريكيه، ويمكن الجهات الرقابيه الاولى التي بدات في تقنين عمليه الفوركس من يمكن منتصف التسعينات، يمكن كانت اول شركه او اول جهه رقابيه متخصصه في تقنين عمل شركات الفوركس. طبعا الجهات الرقابيه الامريكيه يمكن تعد من اكثر الجهات شراسه وصرامه، بما ادى الى خروج يعني كثير من الشركات من السوق الامريكي. لم يتبقى منا يمكن غير عدد شركات لا يعد على اصابع اليد الواحده، يعني يتمنى على بنهايه هذا العام ان تبقى هذه الشركات ولا يخرج منها شركات اخرى. الرقابه الصارمه اللي يعني بتتعرض ليها الشركات في الولايات المتحده تتضمن وجود يعني ضمانات ماليه عاليه للغايه. على سبيل المثال عشان تعمل في الولايات المتحده لازم يكون لديك راس مال لا يقل عن 20 مليون دولار. ده بيوضع في مكان مفصول عن اموال العملاء. ده لو لا قدر الله تعرضت الشركه لاي مكروه فهذه الاموال يتم تخصيصها لاموال العملاء، او ان تعرضت للغرامه وليس لديك ما يكفي لدفع الغرامه فهذه اموال مخصصه لهذا النوع. الجهات الرقابيه الامريكيه يمكن الجهه الرقابيه الاساسيه او الاولى التي تراقب انظمه التداول. يمكن الناس كلها بتتحدث وكل ما يتحدث عن يمكن انا اكيد الاخوه يذكروه بعد كده segregation of fund او فصل اموال العملاء عن اموال الشركه. بعباره يعني بسيطه، انت عندما تتاجر او تضع حسابك مع شركه امريكيه او شركه مسجله في الاتحاد الاوروبي فان اموالك تكون مفصوله عن اموال الشركه، يعني هي موضوعه في حساب مفصول عن حساب الشركه، بحيث انه لا قدر الله لو تعرضت الشركه لاي مكروه او تعرضت لمشكله فان اموالك لا يستطيع احد الحجز عليها. الجهات الرقابيه الامريكيه بالاضافه لهذا الامر فانها تراقب انظمه التداول على الشركات رقابه صارمه للغايه، يعني احنا اعتقد ان عندنا طاقم عمل كامل من الفنيين والقانونيين فقط في التعامل مع الجهات الرقابيه وتقديم تقارير يوميه ل يعني حجم التداول طريقه التنفيذ كل هذه الامور. فده يعطيك يعني ثقه وامان كبير ان ليس فقط اموالك مضمونه ولكن تجارتك مضمونه، لانه المنظومه يعني ليها جزئين، جزء التداول وجزء المال، فاحنا بنحمي المال وبنحمي التداول. طبعا الجهات الرقابيه الاوروبيه وخاصه الاي تي سي، يمكن اترك الاخوه المسجلين في الاي تي سي اكثر يشرحوا عنها، لكن ده يعني الفروق الاساسيه. تتعامل مع جهات رقابيه من موريشيوس او زي ما ذكرت جزر العذراء او جزر الكاريبيان او هذه كلها جهات رقابيه كل ما تبغى منه ان تحصل على اموال من الشركات دون الوجود
مجرد الجهات الرقميه الامريكيه ليها موقع تقدر تدخل عليه، تقدر تتشك على الشركه تشوف هل عليها مشاكل، هل تعرضت لاي مشاكل. نفس الامر مع الاف اس اي، تقدر تدخل عليه تشوف الشركه مسجله فين، مين رؤسائها، مين مديرينها، من يملكها. ففي نوع من الشفافيه. لكن لو دخلت على اي جهه من الجهات الرقميه اللي ذكرها اخونا حسن، فاشك انك هتجد اي شيء موجود هناك. والحقيقه ممكن تلاقي موجود، بس الى اي درجه ممكن يعملوا لك فلوسه؟ يعني فعليا اذا كل واحد فينا راجع الهيئه الرقابيه، اذا فتحت انت مثلا على جزر العذراء بتلاقي ان الفاينانشال سيرفيس اوثورتي في جزر العذراء اوكي بتعطيك بعض الامور، بتعطيك اشارات، لكن وحتى اسماء الشركات، ولكن عندما تقراها وتدخل في ديتيلز بتحس بتعرف انه انت غير محمي محلي التعامل. الهيئة الرقابية في هذه الدول تحاول التملص من المسؤولية أكثر من أنها تقدم الحماية للعملاء. الآن هذا الأمر بخلينا نطرح سؤال مهم جدا على أستاذ جورج. طبعا زي ما ذكر أمجد الأف اس اي، شركة أكريدريت مرخصة في أف اس اي وبتعمل ترخيص أف اس اي. الآن إذا تحدثنا عن وجود عملية فصل أموال العملاء، فصل أموال العملاء طبعاً هي عملية إنه إذا أموال العملاء في حساب خاص بعيداً عن أموال الشركة، ما هي يعني الضمانات اللي أنا ممكن أتأكد من خلالها إنه فعلياً الشركات تقوم بعملية فصل أموال العملاء؟ هل فعلياً يتم فصل أموال العملاء؟ كيف الهيئات الرقابية بتراقب فصل أموال العملاء؟ وإذا حدث خلل معين وفشل معين في أموال العملاء في التعامل مع عملية فصل أموال العملاء، مين اللي بده يعوضني؟ يعني أنا الشركة أخذت مخالفة ولا شيء زي هيك، أوكي، بس أنا ما استفدت فلوس راحة. هل في جهة معينة ممكن إنها تقدم لي تعويض عن اللي هو المال هذا اللي خسرته الشركة نتيجة إفلاسها وفشلها في فصل أموال العملاء؟ أول شيء أصلاً عم تحكي عن موضوع فصل أموال العملاء، في نقطة بدي أوضحها إنه من بقول فصل أموال العملاء يمكن العالم كلها بتتخيل إنه وقت تودع أموالك دغري ممكن تروح على حسابات منفصلة وبدل عملية. هي الموضوع أكثر تعقيداً لسبب إنه اعتبر عندك عشرات الآلاف من المتداولين، عندك عالم عم تشتغل عم تربح عم تخسر، فبصير عندك انه البالانس او التوازن بين الربح والخسارة لازم دائما يكون يعني ايكوال لعدد للحسابات الموجودة للمبلغ الموجود اللي هو بيكون اموال العملاء. فالنقطة المهمة وقت تكون شركة عم تقول انه انا بوصل اموال عملائي، هي اهم نقطة يكون عندها آلية معينة بتقدر باخر النهار يلي للعميل يكون للعميل ولي للشركة يكون للشركة. هلا الاف اس اي يلي بتفرض هذا الموضوع على الشركات، بتفرض عليها تفصل اموال العملاء، بتفرض عليها يكون عندها كل هيدي الآلية تكون مبينة وتكون موضحة يكون العمل فيها. لهذا الأمر بيصير هو أن الـ FSA كل 6 أشهر إجمالاً بتجي على الشركة وبتعمل نوع من الكشف على موضوع فصل أموال العملاء، الآلية والطريقة اللي الشركة بتتبعها. هلا الشركات يلي فعلياً بدها تقدر تفصل تعمل هذا الفصل تماماً ما يكون في أي خطأ، إجمالاً بتعود لمؤسسات مستقلة مؤسسات بتعمل رقابة أو أوديتنج مثل مثلا بنتعامل مع PwC اللي هي شركة بتجي بتعمل أوديتنج بتعمل كشف على الآلية المتبعة للشركة لكرمال فصل أموال العملاء. بحب أوضح إنه فصل أموال العملاء بصير يوميا،